محمد الحمود الله يوفقه ان شاء الله. عندنا عمل ستاندات السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا اخوان. هذا سور حق مكان اخوي بدر حمود بالثامن الله يبارك له، قاعدين نشتغل فيه الحين. ان شاء الله من يخلص نركب لها قطع الصاج هذي، تصير بالنص نكحلها بلون اخضر ان شاء الله. ان شاء الله يجهز ونصور لكم اول باول. الله صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا أخوة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا سياج او سور حق مطير شية الكويت، الشغل حق اخوي بدر حمود. هني شغل خانات، الحمد لله مستمرين بشغل خانات، والله يوفقنا وياكم ان شاء الله. هذه خانة للزاجل، ثمان خانات، ثمان ازواج، ملشين عليها الوجه الثاني. هذه الابواب قاعدين نجهزها، هناك خانة للدجاج، والله يبارك. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أمانة للحين هذا ستاندات. السلام عليكم، يعطيك العافية يا أبو محمد. هذا الصور الله يجزاك خير، ولكن للحين ما شديناه، ركبناه بس يبي له شد شوي، وحدة ناقصة شوي نازلة، لازم نشدهم يصيرون طيبين إن شاء الله. شغل طيب يا أبو محمد، جزاك الله خير. طبعا الشمال